طلب الأردن ورح نحكي عن قصة كفاح ونجاح جميلة عبد اللطيف شتاوي التي استطاعت بإصرارها وطموحها وإرادتها القوية أن تنقش قصة نجاح ما زالت تجني ثمارها إلى اليوم. بعد زواجها وإنجابها لأربعة أولاد لم تتخلى جميلة عن حلمها بالدراسة والتفوق، فحصلت على درجة البكالوريوس ومن ثم الماجستير وتوجتها بالدكتوراه، إلى جانب أنها تبوأت منصب مديرة مكتب السياحة والأثار لمنطقة الكرك، وأنجزت مشروعها الزراعي الخاص الذي شغل الكثير من الأيدي العاملة. قصة الدكتورة جميلة شتاوي في هذا التقرير. خلصت التوجيه بال89، فوقفت الدراسة عندي ل89، فازدوجت. كانت عندي حب العمل لأنه زوجي ما كان موظف، ما في كان دخل إنه يعني اثنين كنا بلا عاطلين عن العمل، فتوجهت للشغل في دائرة الآثار العامة. فاشتغلت بداية حياتي كطابعة بدائية. لما رحت أراجع دائرة الآثار العامة بالنسبة للدخل كان يعني قليل الدخل، فقال لي لو معك توجيهي أو شهادة ناجح بقدر نحسن دخلك. فشلت أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، قلت ما بوقف عند هاي المشوار. جبت بالتوجيه 77، جبت الأولى على محافظة الكرك، ففرحت كثير يعني إني راح أحقق أمنيات إن شاء الله. يعني صارت زي شغل التحدي. كملت الماجستير مباشرة، جبت امتياز، قدمت في السودان ونلت الدكتوراه. فجأت ولا أنا هسه من كاتبة بسيطة لمديرة متحف في أخفض مكان في غور الصافي. حبيت مهنة الزراعة منذ الطفولة وأنا مع والدي لغاية الآن، وأنا دكتوراه بمارس مهنة الزراعة. لما حكيت لي قالت لي يا بسخر بدنا نفيز عشان طلعنا رحت ناقش دكتوراه. قلت له وين؟ قالت السودان. وصلنا السودان هناك وناقشت ما شاء الله على راحت ناقش يعني ايش دكتوراه، يعني جابوا لها جزء تقريبا 4 دكاتره. انا ما توقعت انه مسخر هيك، يعني ما توقعت يعني من الاحلى يعني. بس هلا اسئله بتجاوب كل صراحه، يعني ما تقول ما خافت او هابت، عادي طبيعيه. كان الناس تحكوا لي يقول يا بسخر هذا بكره بتكبر عليك، هذا يا بسخر بكره كان ما نتير في الاقاويل كثير الاشاعات. قلت لهم حتى لو تكبر علي دخلت تكمل دراسي، وكملت دراسي وما شاء الله عليها. لما كانت تدرس تروح للجامعه وترجع ملتزمه عادي في بيتها ما شاء الله عليها، وقامت في شغلها وقامت بشغل اولادها كمان.